قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. إذا دعا الرجل يعني الزوج زوجته لحاجته، كنا عن الجماع بالحاج، كما هي القاعدة ذكرناها كثيرا أن هذا أدب عظيم. القرآن أدبنا، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء التي يستحى منها يكنى عنها أو بها، قال لحاجته يعني الجماع. فلتأته وإن كانت على التنور، التنور الذي تخبز عليه المرأة المؤجج بالنار، ولو كانت تخبز ودعاها تترك التنور ويحترق الخبز تقديما لواجب وهو طاعة الزوج ما دام أنه احتاجها ودعاها إلى الفراش. أيضا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نسأل الله العافية والسلام. والمعنى أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه ليواقعها بالحلال ثم لم تأته لا لسبب وليس ثم عذر لعنتها الملائكة، وهذا يدلنا على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. يستثنى من ذلك حالة المرض، فإذا كانت المرأة مريضة و يعني أبت أن تأتي لزوجها لكونها مريضة لا تستطيع، هذه معذورة. أو كانت المرأة عليها العذر الشرعي كذلك لا تأتي زوجها، ولكن تخبره بذلك، لأنه قد يكون هناك استمتاع دون الجماع، فتتنبه المرأة لهذا. والأمر الآخر، إذا كان بين الزوجين مغاضبة مثلا، وكانت المرأة تقول بأن نفسيتها لا تحتمل مثل هذا وطلبت من زوجها التأجيل، فيظهر أن كما قال بعض العلماء بأن هذا يدخل ضمن الأعذار، لأن أحيانا الجانب النفسي مهم في مثل هذه الصورة في مثل هذه الحالة. ويدلنا على أن المرأة إذا تعمدت ذلك وأبت أن تأتي زوجها وبات وهو غضبان، وهذا قيد مهم جدا، غضبان عليها، لأنه والغالب أنه يغضب فإن الملائكة تلعنها، وهذا يدلنا على أنها هذا كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كان الزوج قد عذرها ورضي حتى لو لم يكن سبب، مثلا قالت له: والله أنا أريد أن أنام مبكر، عندي دوام، أريد كذا مثلا، واقتنع بهذا ورضي مثلا، فإن اللعنة لا تلحقها لأنها مقيدة بكون الزوج ينام وهو غضبان. قال: وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه أو فراشها فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنها، حتى يرضى عنها.